الآن واحد بيقول أقرأ في الكتاب المقدس وأجد نصوصا كثيرة عاثرة الفهم. عاثرة كاتبها بالثهية بالسين طبعا، ويمكن أن يحرفها غير العلماء أو الجاهلين، فلماذا لم يمنع الله أن تكون هذه النصوص عاثرة الفهم؟ طبعا الكتاب المقدس ليس كله من أجلك، يعني لأن في أشياء خاصة بالكهنة وأشياء خاصة بالمعلمين والمفسرين إلى آخره، والأشياء اللي تجدت عسرة الفهم اسأل عنها، اسأل عنها المرشدين الروحيين واسأل عنها الأساتذة والمعلمين فهيقولوها لك. لكن أنت هتجد في الكتاب المقدس أشياء لاهوتية وأشياء طقسية وأشياء تاريخية وأشياء روحية. خد الروحيات والحاجات اللي ما تفهمهاش سيبها. يعني مثلا افرض انك انت بتقرا في سفر الخروج، قعدت تقرا كلام كتير بتستفيد منه، وبعدين جيت على وصف خيمة الاجتماع ولقيت اوصاف ومقاييس وحاجات كلام تاريخي، وانت شاعر بانك مش مستفيد، قلب الصفحات دي كلها وسيبها ودور على حاجات سهلة واقرا فيها. فيما بعد هتلاقي ناس كتبوا كتبا روحية عن خيمة الاجتماع وعن الرموز اللي فيها والحاجات المفيدة دي، ابقى اقراها في كتب للتفسير. او مثلا تقرأ في سفر دانيال تلاقي كلام روحي كويس، وبعدين تخش تلاقي نبوءات معينة انت مش فاهمها ابدا، لدرجة ان في اصحاح 8 من سفر دانيال ربنا بعت جبرائيل الملاك وقال له فسر النبوة دي، فقعد يفسرها، ودانيال يقول وأنا كنت مسبخا على وجهي ومتحيرا من الرؤية ولا فاهم. تصور واحد ربنا يبعت له جبرائيل يفسرها له ويقول وكنت ولا فاهم. ففي بعض أشياء مش ليك، سب نبوءات مش هتستطيع تفهمها. في سفر الرؤيا جايز تجد نبوءات مش هتستطيع تفهمها، سيبها، خد الذي تستطيع أن تفهمه، وما لا تفهمه إما إنك تسأل فيه غيرك أو تتركه إلى حين. وفي أشياء هنبقى طول عمرنا مش فاهمينها لغاية لما ربنا يعلنها لنا فيما بعد. ده لغاية دلوقتي الوحش 666 تقعد تسأل فيه، كل واحد يقول لك رأي ولا حد فاهم. واحد بيقول سمعت في وعظة من وعظات للأباء الكهنة عن اللوحة المقدسة المكرسة، وأنه لا يجوز الصلاة على المذبح إلا في وجودها. رجاء الإفادة بتوضيح ما يختص بهذه اللوحة، وهل يجوز ارتباط الصلاة بوجود لوحة خشبية؟ هو المفروض ان المذبح يكون مدشن ومكرس، يعني مدهون بالميرون المقدس، وفي طقس اسمه طقس تدشين المذبح. لما كنا بندشن المذابح في امريكا واستراليا كان بياخد مننا حوالي ساعة ونص صلوات طويلة، ونطلب ان ربنا يبارك هذا المذبح ويقدسه لكي ترفع عليه القرابين، ويدشن هذا المذبح بالميرون المقدس زي ما بندشن المعمودية بالميرون المقدس، وما نقدرش نستخدمها قبل تدشينها.
فالمذبح بيدشن بالميرون المقدس. فإذا كان المذبح غير مدشن نستخدم هذه اللوحة المكرسة تحل محل تدشين المذبح كله. ولذلك في تدشين اللوحة المقدسة بنقول إنها تحل محل مذبح مبني بالحجارة. فإذا كان المذبح مدشناً يبقى لا حاجة إطلاقاً للوحة المكرسة. اللوحة المكرسة بتستخدم بدل تدشين المذبح كله. فالأب الكاهن بيقول لكم الكلام ده على اعتبار أن المذبح مش مدشن، لكن إذا كان مدشن يبقى خلاص تدشين الكل يغني عن الجزء. واحد بيقول في نقاش مع الأخوة الإنجليين حول القداس كيرلسي، قلت لهم إن الذي كتبه هو القديس بارقس الرسول ثم أدخل عليه بعض التعديل أدخل عليه بعض التعديلات البابا كيرلس الرابع، يقصد كيرلس عمود الدين اللي هو كيرلس الكبير البابا الرابع والعشرين من بابوات الكرس المرقسي كيرلس الأول. فقالوا لي ما هو اسم ومكان المرجع الذي يقول إن الذي كتبه هو القديس مرقس الرسول. شوف يا ابني، الإنجيليين أو الأخوة البروتستانت دول لا يؤمنون بكل القداسات، يعني ما جاتش من ماري مرقس ولا قداس كيرلسي. هم يؤمنوا بالمذبح عموما ولا يؤمنوا بالقداس عموما ولا يؤمنوا بسر الإفخارستية عموما، ما جاتش الحكاية دي. طب صاحبك ده قول له تؤمن بالقداس البسيلي، تؤمن بالقداس الغريغوري، تؤمن بقداس يوحنا ذهبي الفم، بقداس إبيفانيوس أسقف قبرص، ما يؤمنش بحاجة. هي بحث تاريخي. هو المهم في العقيدة، المهم إيه في العقيدة. ومع ذلك القداس تجد أول إشارة ليه في تقديس السيد المسيح للخبز والخمر في متى 26 ومرقس 14 ولوقا 22، وإشارة إلى السر المقدس في يوحنا 6، وتجد إشارة إلى اختصار هذا القداس في كورنثوس الأولى إصحاح 11. فما دام توجد ذبيحة إذا يوجد مذبح، إذا يوجد قداس. فمع هؤلاء الناس قل له هل تؤمن بالذبيحة؟ هل تؤمن بالمذبح؟ هل تؤمن بالسر الإفخارستية؟ هل تؤمن بالقداس عمومي؟ وتبقى حكاية البحث التاريخي بتاع ماري مرقس مسألة بسيطة لودت ولا جابت بالنسبة له. خش في العمق معاه. بيقول أرجو توضيح العبارة التي نصليها في طلبة كل ساعة، وهي الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى. فهل الله يترك الخاطئ إلى أن يتوب أم يأخذه في حالة الخطية ويهلك؟ ربنا يحاول أنه يأخذ الخاطئ في حالة التوبة، لكنه أيضا لا يرغم على التوبة، لكنه أيضا لا يرغم على التوبة. فمثلا يهوذا نفسه المسيح حاول معاه بكل الطرق علشان يحذره وينذره لآخر لحظة عشان ما يهلكش، لكن هو اختار لنفسه الضياع. يعني قال لهم كان خيرا لذلك الإنسان لو لم يولد، وقال كلكم طاهرون ما عدا ولكن ليس كلكم لأنه عارف مسلمه، وقال لهم واحد منكم هيسلمني، وقال حاجات كتيرة. حتى في الآخر قال له أبو قبلة تسلم ابن الإنسان. وفعلا الكلام ده جاب تأثير في يهوذا لدرجة أنه راح مرجع الفلوس وقال أخطأت إذ أسلمت دما بريئا. يعني ربنا مش عايزه يهلك بس يئس وضيع روحه.
واحد بيسأل لماذا شدد الله قلب فرعون. هو ربنا ما شددش قلبه بطريقة مباشرة، لما لقى فرعون معاند النعمة تخلت عنه فتشدد قلبه، فجت حكاية اسمه شدد قلب بنوع من التخلي. زي مثلا لما في الإصحاح الأول من رومية يقول أسلمهم إلى ذهن مرفوض لكي يعملوا ما لا يليق. يعني ربنا ما سلمهمش للذهن المرفوض، لكن لما النعمة تخلت عنهم أصبح ذهنهم مرفوضا، فكأن الرب سلمهم للذهن المرفوض بطريقة غير مباشرة، مش بطريقة مباشرة. سؤال: كثيرا ما أحس إن الله قاسي علي. ده كلام ده يا بنتي، هو غالبا بنت، ما فيش واحد يقول الكلام ده بدل. كثيرا ما أحس إن الله قاسي علي وإنه بيبتعد عني ويتركني ويبعد عني وجهه، وأيأس من حياتي وأترك نفسي للشيطان يلعب بي. ربنا هو اللي خلى الشيطان يلعب بيكي. وإني واثقة، هجد بقى واثقة هنا، إن كل هذا خطأ وإن الله لا يتركني. الله لا يترك أحدا، إحنا اللي بنتركه، إحنا اللي بنتركه. ولما داود بيقول إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء، بيعبر عن شعوره هو، لكن مش عن اللي حاصل. اللي حاصل ربنا ما بينساش حد. إحساس الإنسان بأن الله تركه إحساس خاطئ، فعلا بيكون الإنسان هو اللي ترك ربنا مش أن الله تركه. ومع ذلك ربنا بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، ومع ذلك ربنا بيقول أنا واقف على الباب وأقرع. فإزاي تركك وهو واقف على الباب ويقرع؟ وبيبعت سفراء عنه، زي ما بولس الرسول بيقول نسعى كسفراء للمسيح، كأن الله يعزمنا ننادي أن نصطلح مع الله. فربنا لا قاسي ولا بيترك، لكن ده إحساس من عندكم، إحساس مش مظبوط. أنا فاكر كتبت مرة في مذكرتي وقت الغروب عبارة نشرتها فيما بعد في كتاب خبرات روحية. كنت بتمشى كده في الصلاة وقت الغروب وشفت الشمس بتهبط كده في الأفق، فقعدت أبص لها كده وهي بتنزل تنزل تنزل لغاية لما اختفت على الأرض. وبعدين كتبت في مذكرتي قلت لنفسي وقت الغروب لم يحدث أن الشمس أخفت وجهها عن الأرض، إنما هي الأرض التي أدارت ظهرها للشمس. فعلا تلاقي الشمس موجودة والأرض بتلف حوالين الشمس، يبقى مين اللي ادى اللي أخفى وجهه اللي ادى ظهره؟ الأرض وهي بتلف ادت ظهرها للشمس، ومع ذلك تقول الشمس أخفت وجهها عن الأرض. ما بيحصلش. هو ده اللي بيحصل مع ربنا، إن احنا بندي ظهرنا لربنا ونقول ربنا حجب وجهه عنه. ما تضايقيش، وحتى لو حسيت ان ربنا تركك قولي له حتى لو انت تركتني انا مش هتركك، ايه رأيك بقى؟ وهمسك فيك واقول لك لا اتركك حتى تباركني، وربنا يصلحك وخلص. انا مستعد اصلحك وسوي لو حبيت، او روح الاب اعترافك يصلحك معاه والحكاية تنتهي.